عليكم ورحمة الله. معاكم دكتورة رندا موسى، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج والتجميل بالليزر. هكلمكم النهاردة عن حب الشباب. حب الشباب عبارة عن التهابات موجودة في الجلد نتيجة انسداد الغدد الدهنية اللي موجودة. الغدد الدهنية اللي موجودة في الوش بالذات يعني هي ليها أماكن معينة في الجسم، قد يكون الوش، قد يكون الظهر أو الأكتاف. الغدد الدهنية دي لما بتتقفل ب اي حاجه داست او دهون او اي حاجه بتتقفل، فبتعمل في المرحله الاولانيه الروس السوداء او الروس البيضاء على حسب اللي بيجي في الوش. بعد كده بتيجي عليها بكتيريا، على الدهون اللي بتتكون تحت او تتجمع تحت الجلد بيجي عليها بكتيريا فتعمل التهاب، فتعمل حب الشباب. وحب الشباب بيجي في فتره معينه من الشباب، يعني من حوالي 12 13 سنه كده، مع بعض تغيرات الهرمونات اللي بتحصل عند البنات او الولاد في السن ده. بيستمر معانا فتره معينه لحد ما الهرمونات تستقر، يعني تقريبا على 22 25 سنه في الحدود دي. لكن طبعا دايما بننصح ان اول ما يبدا يظهر حب شباب عند حد، علشان نحافظ على بشرته ونحافظ على ان ما يبقاش فيه اثار موجوده بعد ما يتعالج، لازم نسرع بالعلاج في المرحله الاولانيه. الإسراع في العلاج ده بيوفر علينا مراحل كتيرة جدا من علاج الأثار والبقع اللي بتتكون بعد كده. لو حبينا نقول مثلا ان اهم العلاجات اللي موجودة لحب الشباب، هنقول ان احنا هنبدأ من المرحلة الأولانية خالص في الغسول المناسب. الغسول المناسب للبشرة من سن 12 أو 13 سنة بيعمل ووش للدهون اللي بتطلع من الوش دي كلها، وبينقي الوش وبيقلل تجمع الدهون تحت البشرة أو تكوين الروس السوداء والروس البيضاء والحبوب الملتهبة. لو استخدمنا غسول مناسب مع حماية من الشمس بصن بلوك مناسب، هنتجنب خالص حبوب الشباب. حبوب الشباب غالبا بيبقى فيها جزء وراثي كمان، يعني اغلب الناس اللي مامتهم او باباهم بيطلع لهم حب شباب في سن وهم صغيرين، هتلاقي ولادهم برضو في نفس السن ده بدأ يظهر لهم حبوب. علشان كده دايما بنصح ان من البداية نبدأ بالغسول من سن 12 او 13 سنة، ونحافظ على وشنا من الشمس، واول ما تبدأ تظهر حبوب نستشير الطبيب علشان نتعامل معها بالطريقة الصح، علشان ما يبقاش فيه اثار لا غمقان ولا حفر تاخد مننا جلسات كتيرة جدا بعد كده في العلاج. في بعض السلوكيات اللي بتأثر على حب الشباب او بتزوده، زي مثلا اننا نلعب شوية في الحبوب دي. لو لعبنا في الحبوب هتلتهب اكتر وتسيب اثار. في بعض الاكلات، وكل واحد بيبقى عارف ايه هي الاكلات اللي بتزود الحبوب عنده، يعني مثلا شطة كتير، ملح كتير، شيبسيهات، شوكولاتات، حاجات معينة كده بتزود لنا الحبوب جدا، فلازم نتجنبها. في بعض الناس حبوبها بتتأثر جدا جدا بالشمس، ودي الغالبية العظمى، الحر الكتير، الشمس الكتير بيأثر على الحبوب. علشان كده بنبقى عايزين نستخدم صن بلوك مناسب لنوع البشرة الدهنية اللي موجودة، علشان ما يطلع لناش حبوب زيادة.